نحن الجيل اللي راسخ بذاكرته إنه مساحة فلسطين 27,027 كيلومتر مربع. لو فتحنا محرك البحث جوجل وبحثنا عن مساحة فلسطين بتظهر المساحة 6,220 كيلومتر، وهذا ما في إله معنى غير إنه فلسطين عاملة دايت بالنسبة لجوجل. لكن في الحقيقة فلسطين مش بس الضفة وغزة، فلسطين بيمتد طولها من الشمال إلى الجنوب 430 كيلومتر، بيتراوح عرضها في الشمال ما بين 51 إلى 70 كيلومتر، أما في الوسط فبيتراوح عرضها ما بين 72 إلى 95 كيلومتر عند القدس، وفي الجنوب بيتسع عرضها لحتى يصل ل 117 كيلومتر ما بين رفح وخان يونس حتى البحر الميت، وبهيك بتكون النتيجة 27,027 كيلومتر مربع، وإلا تنطبق علينا مقولة ورثونا بالحياة.